مرحبا بكم. قوات الأمن السورية تفرق بالقوة اعتصاما شارك فيه آلاف الأشخاص في حمص بوسط سوريا للمطالبة بسقوط النظام، على ما أفاد ناشطون حقوقيون مشيرين إلى إطلاق نار كثيف. وقد بدأ أكثر من 20,000 شخص اعتصاما في ساحة الساعة التي أطلقوا عليها اسم ساحة التحرير تيمنا بميدان القاهرة، مؤكدين أن الاعتصام سيتواصل حتى سقوط نظام بشار الأسد. ونددت وزارة الداخلية السورية بما أسمته التمرد المسلح الذي يعبث بأمن سوريا وتقوم به مجموعات مسلحة لتنظيمات سلفية، مؤكدة أنها ستعمل بحزم لفرض الأمن. من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن لا تعمل على تقويض الحكومة السورية، لكنها تعمل لمساندة المطالبة بالديمقراطية مثلما تفعل في مختلف أنحاء العالم. النظام الليبي يوافق على السماح بدخول مساعدات إنسانية إلى مدينة مصراتة المحاصرة، وكانت الأمم المتحدة أعربت عن قلقها البالغ من الأوضاع في مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا. وقالت مصادر طبية إن نحو 1,000 شخص قتلوا وجرح 3,000 آخرون خلال 6 أسابيع في مصراتة. والاتحاد الأوروبي يعد خطة مؤقتة قد تتضمن إرسال قوات أوروبية إلى مدينة مصراتة المحاصرة لحماية شحنات مساعدة إذا طلبت الأمم المتحدة منها ذلك. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يبدأ زيارة رسمية إلى فرنسا غدا الأربعاء للتباحث في موضوع الاعتراف بدولة فلسطينية في أيلول سبتمبر المقبل، في محاولة للحصول على أكبر اعترافات أوروبية بدولتهم. وإذا ما استخدمت واشنطن حق النقد فإنهم سيعودون إلى الجمعية العامة وفق القرار المتخذ إبان الحرب الكورية، متحدون من أجل السلام، والذي يسمح للجمعية العامة باتخاذ قرارات ملزمة بالقدر نفسه لقرارات مجلس الأمن. مجلس الأمن الدولي يعقد أول اجتماع له حول الأزمة السياسية في اليمن اقترحته ألمانيا، كما يلتقي وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الثلاثاء في أبوظبي بممثلين عن الحكومة اليمنية بعد أن التقوا وفدا من المعارضة الأحد في الرياض. للتفاصيل زوروا موقعنا القدس.com. شكرا وإلى اللقاء.